السلام عليكم، صبحكم مساكم الله بالخير. دورية قاعد يدزني وين راح؟ جاوب. وانا يتفاجأ ولا شب نار. الحمد لله عندي كم بطل ماي طفيته، راح اطلع لكم فيديو الحين. بس هو ما ليش يدعمني واخر كمل على منوالك. ما يندرى شو الموضوع، ودي عند اسد بعدين نشوف. السلام عليكم. ايه ده المجتمع ده ان شاء الله. شوف الدهن وين واصل، واصل حتى لهني. شوف واصل لي ورا، لا تسألني شلون. انا اللي احترق. شوف هذا كله دهن. شوف هني كله دهن. هذا اللي احترق هالصوب، هذا اللي هني اللي ولع. كل دهن هني. انا شفت النار من هالفتشة، طليت شفت دهن ونار. طعمي طالع وين واصل. ان شاء الله انه موضوعه بسيط، يعني طرمبه ولا ايا كان. وايرات وبلاكات طبعا احترقوا، الوايرات احترقوا اللي برا بس هم عادي. حرق اذون شغلته، فهني الدهن بيطشر الصوب. شوف حتى في شويه يعني حايش، عشان يحوش اذوني. دورية دعمني من ورا، دزني ودز يعني الله يعطي العافية. الله، مستحيل واصل لهني. تدرون شلون انتبهت؟ قاعد امشي في امان الله، كان اطالع المنظرة هذه والعطبة وراي، عطبة دخان وايد. كان اتذكر نفس السالفة صارت فيني بوانيتي هذاك. يا الله صباح خير. احترقنا. بس هذاك كان الجير مكسور، انكسر الجير وخر الدهن ولع من النص. ما ادري اذا لقيت الفيديو، ان شاء الله يعني احصله واحط لكم اياه. ولع من النص من صوب الجير، لان الجير انكسر نصين. فقلت يمكن الجير يعني حكم ان الجير هذا يسوي حركات المطل ولا الماكينة من السايد اليمين. مولع، نودي حق اسد ونشوف من وين المشكلة ونبلغكم عشان تديرون بالكم. اول مرة يصعد صوتها وياي. صار كالآتي، بشرح لكم على السريع عشان لا احد يضيع. الوانيت احترق، وعلى اساس فلوجنا موضوع الحرق وسبب الحرق، ولكن كان الموضوع بتاريخ 6/6. بعدها رديت الوانيت البيت عقب ما شفتوه وهو على السطح، رديت البيت لان كان بعدها بكم يوم سفرتي على اساس ارجع من السفر اوديه حق اسد. سبحان الله صار اللي صار، رديت من السفر ريحت يوم، بعدها في شخص قلب قدام بيتنا دعم الوانيت. ما بيتكلم موضوع، قصة طويلة، قلت بس اشرح لكم على السريع عشان لا احد يضيع. فوديت الوانيت اول شيء حق سبراي كيلر على اساس اسوي الحوض، بعدين اشيله وديه حق اسد. بس صار غير متوقع، خلكم مع الفيديو. اللي صار كالآتي، المهم سووا الاساس، نظفوا الحوض، وعلى اساس اليوم بيدش الصبغ
يدقونه ما يدق جيمة الماكينة، لأن أنا أساساً جايبة شفت باللقطات اللي طافت شنو كان وضعه، ما في قطرة دهن وما يدقونه سلف وايد. يعني أنا يعني مبلغهم لا يشغلونه وايد، بس لو مشغلينه وايد أحسن. هذه محسوبة علي للأسف. الحين ناطر سطحه يوصل بشيله وديه حق أسد ينفض نفاض، بعدين أرد هني يكملون باقي الشغل. الله المستعان يا عزيزي. مشتاقين لك يا سيد، والله كله يسألوني عنك. لازم. وانت شنو في؟ انا اشوف انت بازمان. شنو؟ انا شفت انت قبل. قبل كان يجي وياهم وانا شفت لهالك، لا هي شويه ضعيف وانت خفيف شويه. لا مو خفيف، متين هذا؟ لا لا كان زين، الحين صار يمكن زياده. لا مو واحد ثاني يمكن. والله يمكن شبه نفسه. وفي اثنين، في اثنين لحيه، هذا واحد ثاني. لا والله. لا بس هذاك ضعيف. وشيدي. ايه انا كويس لا كان هو جسم احسن. الحين انت متنان شوية صح؟ انا من زمان متنان. طالسة ثانية. من زمان. الحين يفكوا الماكينة. زي شان. شنو فيها؟ بلش ماكينة. ها؟ شنو فيها الماكينة؟ جيم. بس مو مبين للحين صح؟ ايه. اركب كام؟ يركب كام؟ مو واحد، اثنين الحين ركبت. سوي لك واحد أفر جديد. عليكم السلام. طبعا قاعد أصور بتلفوني، يا مو جايب كاميرتي للأسف. كله كولر وكام، إن شاء الله نضبط الدنيا. هذا غالي. شوي بس قاعد نسولف انا زي شان شوي شوي حبه حبه يفكونه. نشوف عقب ما يبطلون هذا كله، نشوف المشكله من وين، يعني وين المنطقه اللي ماسكه مو راضيه تخلي الكرنك يفر. وان شاء الله ان السلندر ما في شيء، ان شاء الله اموره طيبه يعني ما يكلفنا وايد. سبحان الله خيره. هذا التشفيف والأوبرال وتجديد الماكينة كنت بسوي بوانيتي هذاك، سبحان الله ما الله كتبه كتبت حق هذا. في أفكار عليه، في أفكار عليه راح أعين عليه، بس الصبر. أنا برجلي سمعني عندي طبعاً إذا بيفككون الماكينة بيشيلون الروس ويطلون على المجسات وهذا يحطون هني. هذا سيت اسمه، شوف هذا أحلى شيء بالشفر. كم واحد هذا الكم؟ هذا ممطوط لآخر شيء. بين كوم، بين هو رسمي كومب يعني حق الشفر، كومب حلو. إذا حصلنا شيء ثاني أهم شيء مستعمل يكون نظيف، ناخذ مع سبرنجاته خليه ترتب، بس هذا بخليه آخر شيء. إذا ضبطت دنيا وتكاليف زينة نشوف لنا كم حليو، نخلي يحطون عني وبطلونه ونشوف. السلام عليكم. ما أدري اليوم أيام مخرطة، شو اسم المخرطة؟ غنام. مخرطة الغنام، هذا البساتن اشرح لي عنهم. هذا الجي ام وكاله؟ ايه هذا يعني سيل دي باور اصلي ولا درجة؟ سيل دي باور امريكي درجة اولى. ايه هو هذا وكاله، سيل دي باور وكاله. ألمنيوم؟ ألمنيوم؟ هذا ألمنيوم؟ ما يفرق على الوكالة أسد؟ لا لا لا. وكالة كم؟ بستن وكالة بكم؟ نفس الشيء. هم 140 دينار؟ نفس الشيء. شوف هذا هو البستن وهذا بعد المخرطة، اثنينهم نفس الشيء.
خلينا نشوف. هذا ستاندر وهذا 20. شنو 20؟ قياس اول مره خراطه. اه ايه. شوف يعني يصير اكبر مكتوب اي يصير اكبر. شوف مكتوب فوق بيستن 50 mm وهذا ستاندر. يعني اول مره ينخرط. يعني يصير اكبر صح؟ ترى شوية لما سكة جديدة علي، يعني أول مرة أدش بسالفة إني أخرط ماكينة وأبدل لها بساتين من هالأمور. السلام عليكم. أسد اللي رد السلام. هذا بوش كم شافت جديد. إيه. شوف سلندر. يا سلام. أول مرة تنخرط الماكينة؟ مو مخروطة من قبل؟ لا هذا أول مرة. يا سلام. اي هذا هذا الشغل الصح. هذا الشغل الصح. شلونك حبيبي؟ شكرا تسلم ايدك. والله انك ضايع. مضبوط 50 يصير اكبر بالسايز. هذا اكبر من هذا. هذا بس بشوية صح؟ ايه شوية لازم شوية عشان ما المطاطة. ايه اوكي الحين وصلت. لا والله شو شو مضبوط ما شاء الله. سهل السيارة انا قبط انا بنتا ما شاء الله ما شاء الله. زين وين بساتني القدم؟ القديم؟ ايه موجود. والذرعان؟ ذرعان اركب قديم. زين ابي واحد من بساتني القدم. قديم؟ ايه خذ ابي واحد. ايه. انا دائما عندي السالفه هذه اسويها ما ادري ليش. بانشي عندي منه بستن، الجت عندي منه بستن، الحين الوانيت عندي منه بستن. ما في ذراع؟ ابي ذراع، احس ابي ذراع، احب شكله كامل. المهم بروح الحين ان شاء الله عند كتكوت ويوسف فاست مود. هذا يدي اول مره اشوفه. مرافعات ومعاونات زين والله. يلا اللي يبي السؤال كانت قدام مخرطة الغنام على كلامه. زين قول معي يا عزيزي بشوف لي كام في ما في نشوف بعدين. ما نشوف. ها كرنك كرنك اهم شيء. كرنك الغالية هو المشكلة كانت من شنو أسد؟ كان سلندر وكرنك. الكرنك كان عاض؟ ايه الكرنك كان عاض بالسلندر؟ ايه ماسك. ايه شغلهم مضبوط هذيل؟ مية مية؟ 200% ان شاء الله. 26 سنة أنا قاعد أشتغل عنده. هذا كرنكنا ان شاء الله يضبط أموره أسد. هذا الحين راح فيه أشرار أشرار. المخاطة ما تأثر على الماكينة؟ عزم قوي سحبيه قوي. ايش دعوه؟ ايه يا الله خوش خوش الحمد لله نخلص. بس هذا شكله معلم والله مبين دقيت الدنيا دق. اشرح لنا اسد عشان الناس تستفيد. طوب جروف اول واحد، ثالث جروف، ثالث واحد، ثالث واحد ساكن جروف رقم 2. This is oil ring. الثالث مال اويل. Yes. واللي بالنص. And the both for compression. الاول مال الضغط. ايه. And the second one for compression and the first one also for compression. اثنين كومبريشن واحد دهن. ايه عشان برد سلندر. هذا قاعد يبرد سلندر. تسحب زيت من تحت. خلي لوبريكانت. هذا اللي يسمونهم رينج بيستن. وهو من سبب اللي السيارة يصير فيها تبخير وصرف دهن وإلى آخره. مكانه يكون هني. شوف واحد اثنين ثلاثة ضغط دهن. هذا مال الضغط مال الدهن يجي مشخل في زجزاج.
هذا جيج ولا تحم. هذه الفضاوه. ايوه شفت لما يقول لك فضاوه غاز الفضاوه تكون هذه. هذه مالت فضاوه الغاز لما تز غاز وهو كذي يسلم. هذه كل ما تكبر المسافه بينهم يقول لك فاضي غاز مثلا 100 فاضي غاز 200 فاضي غاز 400 600 الى اخره. هذه المسافه هذه. وهذا رقم 2 هذا الثاني. الغاز يكون بالرنجين رنجين الضغط يسوونهم قاب. يا سلام فرست اند سكند. هذا اسمه رينج كليرنس. ايه رينج كليرنس. شنو رينج كليرنس؟ رينج كليرنس داخل حفر مال بيستن. ايه هذا يعني فضاوه مال رينج. ايه تعال لما كنت اقول لك شوف الخط هذا اللي بالنص. ايه هذه فضاوه الغاز. لما يقول لك فاضي غاز 400 600 هذا هذا الصغير. كل ما تزيد المسافة الخط ضعيف. هذا يجي زيادة. أي كل ما تزيد كل ما كل ما الغاز أكثر. بس هذا بس ما تذكر يوم أقول لك الكارفت اسحب بس تنجبني زين. بس هذا وكالة. هو وكالة ليش بس اثنين فيهم الباقي ما فيه؟ هو ما حطهم للحين. تذكر يوم تأخذ الكارفت يوم اقول لك يوم تقول لي استراكره غاز وما ادري شنو وافلام قلت لك بس بدر رنقات بساتن هذيل الكاهو البيدل هذا يا رقبه. اي بس هذا ليش بروحه شي داخل؟ هذا ليش بروحه هسه داخل؟ ليش بروحه؟ عشان انا تشيك سلندر. انا قاعد تشيك مقاس باقي كله هذا داخل كيس موجود حتى من بستنار. هو يحطهم بالبستن عشان هو مو يجي من مخرطه. انا لازم تشيك اذا اكثر من كذي انا كسر راس مخرطه بعد. اول اثنين فوق شوفهم. اول اثنين فوق مرات الضغط هذا مال الدهن. شوف هذا مال زيت. مال الزيت هيك مشخف. ايه انا اذكر ب 2017 قعد واحد ما اذكر اسمه جمعت ماكينتين 5-3 مالوت سلفرادو هو يوجهني وانا اركب. بس بدل انا البست هذه نسيت شو اسمها. شو اسم هذه يا اسد اللي هني تكون؟ هذا متحرك كونكتنج بيرنج. كونكتنج بيرنج هذيله وشلون تشد ليش هذه على هذه؟ هذا اقول لك متحرك. ليش اقول لك متحرك؟ لانه يمسك الكرين. اي يمسك الكرين صابط. ليش؟ عشان صابط بالنص موجود. اي اي عمليتها 2-1 يعني قاعد لف. ايه ايه بس شنو هذا متحرك ليش؟ عشان هذا ترتفع كذي هالشكل قاعد تسوي كمبريشن داخل سلندر. يعني قلت حق المشاهدين استراكر. لا مو استراكر يبا ما تنقل مرات وكالة هذيل توسعت. هي اجباري تتوسع بس انه الاستراكر انه يكونون هذيل سبيشال يتحملون باور. هذا ما يتحمل تفله تفله ينكسر. عش السامع انت ليش قاعد تسوي موجيات؟ هذا اذكر درسته انا بتخصصي بالتفضيلي. كان عندي ماده ميكانيكا سيارات. الدكتور جاب لنا بستن كان يقول من يعرف يطلع لي الرنجات من البستن ويرد يركبهم. وهم لهم طريقه نفس ما هو الحين يسوي. شوف الوحيد نجح وفلح بالسالفه هذه انا. ساتن واحد أمور طيبة. الدرعان هم نفسهم بس البساتن يفيد إجباري. يعني البساتن الغدا كهم أبد.
هذا القديم اللي خذينا منه واحد امس. مال الدهن يكون في واحد فوق واحد تحت يمسكونه؟ ايوه توني ادري عشان برد سلندر. اي توني ادري توني ادري. الدهن مال الماكينه للمعلوميه هنا هنا هي مقلوبه. المنطقه هذه كلها كامله من البستل فيها دهن يكون فيها دهن. لما هذا يخترب يصعد الدهن لفوق اي يصير تبخير. هذا السلندر اللي يضرب زيتها من تحت اي اوكي هذا وين يضرب مني وتشا فيه هني المكان الرنج هو قاعد داخل اول شيء يعني مشان هو مع الزيت مع زيت شفته اول شطه هذا مع الزيت قاعد يبرد سلندر اي او تلين وخلي حق الكمبريشر مسافه اي ليش هذا لما اسحب وينزل يعني اسحب اول شيء فوق اسحب هواء لما يرجع يسحب هواء لما يسحب هواء بعدين شنو يجي يجي شراره بنزين بعدين يجي شو اسمه البلاك ناريه ناريه قاعد سبارك سوي يحرق هو اطلع فوق وينزل تحت مثل سوي بلاست وبعدين هو خرج من الصوب اكسوز بقول لكم لما الدهن الكام يسوي له عشان الهواء فالدهن لما يجي فوق تشوف السياره تدخن دخان ابيض دخان ابيض يكون اسد صح دخان ابيض مخارج. دخان ابيض لما في صرفيه داخل ماكينه اي لما دهن يجي مني يجي فوق لما دهن يجي من فوق يصير صرفيه ايوه اي اسمه لوز كومبريشن يعني رينج مال بيستل لما يصير تعبان يصير دخان ابيض دخان ابيض ايوه دخان اسود كربون بنزين زايد ايوه معلومات يبقى ودخان ازرق بعد دخان ازرق بعد يعني بدايه صرفيه دخان ازرق هم بدايه صرفيه يكون مزورق شوي شنو يعني صرفيه وخلاص شنو فرقت ازرق ولا ابيض دخان من كثر ما هو يعني يقول لي ربل سباب اذا هم يجي خراب نفس المشكله ربل صباب اي لانه يكون هم فوق هو لا بس ليش؟ اي صح ربل صباب دخان اسود صح؟ مالي دخل هم دخان ابيض ربل صباب شلون ابيض؟ دخان اسود من سبب اطلت كهرباء انه ما في شراره زين ايوه دخاخ اسود من سبب بخاخ رش زياده بنزين اي بس ربل صباب شلون يطلع دخان ابيض؟ لما دخان ابيض صار حجر صار حجر ما يوقف شو اسمه زيت من فوق ايه؟ زيت وين ينزل ينزل على البستن صح ولا لا والله ان انت ميكانيكي شاطر صح تشيك على اللوب مالك اللوب وكاله وكاله هذا ستايلش والله ربع ستايلش والله ربع ستايلش شوف اي هذا كامل وكاله شوف لما يقول لك لما يقول لك لوب لوب 114 لوب لوب امسك يا تنفع لك لوب 114 116 102 112 ايا كان شنو اللوب يا عزيزي هذا يسمونها التقعيره مالت الكام شنو يسوي اللي يبطل ايوه الصباب مال الشوته اللي هو الانتيك ويسكر ويطلع من الاكزوز يعني انتيك واكزوز انتيك اكزوز انتيك اكزوز شوف انتيك اكزوز انتيك اكزوز انتيك اكزوز انتيك اكزوز ليش شنو كان ايوه هذيل الصبابات مسكت اشرح لكم الماكينه باللي فيها شوف هذا الصباب دائما مال نسيت اي واحد اللي يكون اكبر من الثاني اسد
ايوه شوف اسد اكد لي معلومتي مال الانتيك صباب الانتيك اللي هو اللي يدخل الهواء يكون اكبر ومال الاكزوز اصغر شوف يكونون يم بعض يندز من هني شوف يندز من هذيل لما يقول لك اذا بتركب كام عود بدل سبرنجات سبرنجات 600 سبرنجات 660 هذيل الحين هذيل وكاله انا السبرنجات اللي باخذهم 660 عشان يتحملون من الكام اشوف كاهم ينبعض يا اخي الماكينه لما تشوفها تحس فيها تكنولوجيا والله تكنولوجيا اوبن ماين مو برود اوبن هذا بعدين برود هذا الجديد كلهم سبيل الله كلهم يا ريت السالفه هذه ما راح انساها يعني الاهليين يشتري طرمبدين وين خلقي يقول لي طرمبدين تعبانه وبما اني بركب كام لازم طرمبدين شوف والله عباله يعني اللي يبي الدح ما يقول اح صح كنا يقولون هالمثل عيب او ما يصير كنا لا لان تعرف وقت تخرع هذا اي خطر حبيب بس وين عباله درايف ثرو له يبي يدخل حبيب عبالك لهلية درايف ثرو هذا الاسكلت وايد اشوفه يا اخي تبارك الرحمن اي هذا ما شاء الله وايد حلو وايد حلو اللي قاعد يسوق كنا شاطهني ولا سياره والله الاهلية الحين خذ الدهن وفلتر وبلاكات ووايرات وطرمبة الدهن ملي فين فترة بعد؟ ها؟ فين فترة بعد؟ وايد فترة سيم ما في مشكلة لا وايد فترة بس ها؟ بلاكات زيت محرك فلتر زيت وايرات وين فاتورة مال طرمبة دهن؟ نعم فاتورة مال طرمبة دهن طرمبة زين ها؟ ميلينج ايوه اه تفضل هذا ناخذ القش كله يا الله ما في احد ما يعرفه بشوي وين ما راح وياه يسلم اليوم الثالث اغوص راحه والمخرطه هذيلا السبرنجاتنا اللي يدد 660 وهذا كامل اللي يجيب كاهو ركب الحين انا ناطر ابي ركب بيستن عشان اول شيء يطبق تايمينج ايه بس كامل وكاله وبكره الوكاله اللي تكرب تكرب تركب على الكام ما تركب على الكام اللي غير الوكاله اللي هو التكسس سبيد فلازم الحين نشوف له بكره مالت التايمينج اتوقع هذه الرؤوس تنظفوا أمور طيبة الحمد لله إن شاء الله باقي لها شويات خلص شوف هذيلا سبرنجات الوكالة وهذيلا يعني الأقوى والأحسن والأكبر هذا سبرنج الوكالة هذا 660 وكالة كم يكون رقم أسد؟ ها؟ كم يكون رقم الوكالة؟ وكالة يختلف أدري كم يكون رقمه؟ أصغر من 660 صح؟ أكيد يعني شوف أنت شديد كيف طالع يعني يمكن خمسمية وستين أربعمية وستين شديد تأليف عرفت؟ صار يكون أكبر أحسن يتحمل لان الكام اذا ركب على هذيل يطلع صوت تكايات على كلام الخبراء جميعا هذا اول سبرينج وايد ثقيل عرفت انا كسر كان برقي
مشان يشد عرف. ايه. الحين اخر شيء سويته برقيه وسويته هذا مثلا عشان تحمل. ليش هذا برق؟ سبرينجات يجي تغيير. عشان يتحمل ها؟ يلا ان شاء الله هانا. متى يخلص اسد؟ ماكينة؟ ايه. انا يتبقى اليوم. شوف. شنو هذا؟ هذا شداد. انت شنو شريت كل شيء جديد؟ ماكينة هذا تكسيده. قاعد اقص على نفرات ما يصير. ما تبي تركب لي الشداد القديم؟ لا 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 لا. ليش ركب قديم حبيبي؟ انت يدفع لي فلوس عشاني مو بلاش السله هذه. لا والله انك شقي جايين بول. هذا انا جاي كنت بكلمك على السعر بس انت... يو اس اي بس خلاص هونت ما نزلت بس تكفى التايمنج اسد. هذا شوف حتى زنجير انا ما يركب قديم عرف؟ حتى زنجير ما يركب قديم انا. ليش؟ عشان انت ركب كام. كام لما يركب ابي دوره لازم قوي. شداد انا يقدر اركب هذا قديم. ايه. هذا اللي شداد القديم يقدر يركب بس ما يصير هذا القديم. هذا القديم ليش تجيب من وقاله؟ اهم شيء شداد عرف؟ ايه. ايه. شداد هو بتحمل دوره كله وشد مزبوط. السياره لما يدوس بنزين يعني ما يقمد يمشي ما شاء الله مثل لو ناسها ان شاء الله. والله مين كاسكتات كله الحمد لله. شوف مكسيكو انا الحمد لله حبيبي قدام واحد انسكني لازم شغل مضبوط. بس بسألك سؤال مو شكاً فيك. ايه. عارف حق التايمينج؟ ايه يعرف. ليش ما يعرف؟ ضبط التايمينج مضبوط؟ حبيبي. تكفى. 20,000 مكينة أنا زفت. 26 سنة الحمد لله. بس شد مكاين. بعد ايش تبي يعني؟ أنا أسأل من باب قلبي يرتاح. ايه. شكاك أنا فيني فيني حوش. شوف شغل ماني الحمد لله. كاسكيتات. ماكو اسم ماجون كله كاسكيت جديد تكايات جديد. شوف تكايات هذا الجديد. ايه جديد تكايات اول قطعة زبالة صدق خليته ليل كامل داخل الزيت. هذا زيت سبيشل. ايه 5W. ايه 20 هذا سبيشل زيت حق التكايات عشان خليها بالليل ليل كامل خليها داخل سبوي. صدق عبالي بتركب لي تكياتي الغدا. وين القديم؟ تكيات قديم وينهم؟ قديم هو قديم نفس الشكل اسود. ايه نفس شكل الاسود هذا؟ ايه بس في اشياء من ماكينه قديم لازم تركب نفسها. لا هذا يعني اساسيات مثلا هذا البنسل شاب هذا شو اسمه سبرينجات. ايه طبعا انت عرفنا الدفنه جاهزنا صح كنت موجود. ايه. انا هذا شوف هذا القديم اول هذا ترومبا مال القديم اول حبيبي هذا زنجير يعني الحمد لله داخل تريك انا الحمد لله اللي مقصد اهم شيء يطلع شغلك نظيف باقي كل شيء بيد رب العالمين. سويت لي هذه؟ ايه سويت. شنو سويت عشان سكرت من داخل شلون يعني ما فهم هو شلون كان؟ ايه كان هيتر حق مشان جو باردة حلو مشان امريكا كندا هناك احتاج. ايه لان هذا واخد امريكا. ايوه صحيح. ايوه هو مشان مكان البارد اساسيه قبل ما يشكل. شنو يسوون هذول يشكل سخان نفس سخان. ايه. لما يكون ماكينه حار على تمبريتشر. ايه. بعدين يشكل سياره. ليش؟ لو بارده لا يكون في ثلج داخل. ايه ممكن. ايه. يشكل سياره كسر صح. احنا ما عشان كذي اول شيء بيختار هذا مخرطه. ايه اوكي مو مخرطة هذا يجي فلس داخل انا ركبته وسكرته مثل ما هو. أوكي شوف كاسكتات ما شاء الله كله جدد الحمد لله. فهمت عليك. ايه. فهمت عليك. وشوف مني انا جاهز كرنك جاهز شبناه خلفية. شوف جدد شبناه خلفية
شوف غاز جيت عرف هذا لازم اشياء. شوف قام وين يجي تحت الحين انا ناطر بقره قام كامل اللي دي. ايوه يا حلاله ايه. الحين انا ناطر بقره عشان شوف سلندر ما شاء الله تبارك الرحمن بس تمام التمام. قول امين امين الحمد لله. الله يرزقك من اوسع ابوابها ان شاء الله ويدخلك الجنه من فسيح ابوابها ويرزقك من حيث لا تحتسب. قول امين ويرزقك على نيتك الطيبه والطاهره يا اسد. نفر مشان شنو يدفع فلوس؟ نفر مشان شنو يدفع فلوس؟ عشان ترتاح. صح. انت جاي اول شيء ينسقني ينسق رب العالمين. صح. فلوسك مو حرام، فلوسك حلال. صح. دام انا ما يقدر اقول لك. صبعي طول اليوم يقول لك تشفيد وما يحط اغراض ما يصير. صح. اي لازم تحط اغراض. صح. هنجي. هذا ترومبا. هذا ترومبا مال جيمس. حلو. موديلها 81. حلو. ابوي سواها تقريبا من 81 و 82 حتى الان انا قاعد استخدم عشان ابي زيت الغير. شوف كذي الحمد لله وما شاء الله ما شاء الله كم سنه انا قاعد استخدم هذا طبعا برادو زيت ايه برادو ايوه قاعد ابي زيت الغير مانيوال بس جيب ثاني ايوه والله مجرى هذا جارني قاعد يدرنا براقي. على براقي الوكالة قال ما يجي براقي الوكالة بها هذا كم لقيت هذا 20 دينار ليش ما سوى خصم هو ما سوى خصم جديد هذا مو مستعمل عدري هو جديد صار تقريبا 18 دينار ما أدري أعطاني بـ20 15 المشكلة شوف هذا يا جماعة يوم قاعد أشرح لكم شوف 1 2 3 حلو وين الكام طالع كام وينه عم داخل ايوه كامل شوف 1 2 3 هني ماكو شيء كامل الوكاله هني في مسننات وينه وين 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 شوفه لا مو الصوت شوف 1 2 وهني داخل فيه مسننات والباكيوتة وين باكيوتة سيفي عليك شوف هذا يدش هناك بالكام وفتحتين بس برضية فما يركب على التكسس او اي كام فلازم هذا شوف شلون تصيد الحين السنتر ماله؟ الحين لازم يصيد السنتر مقارنة بروس مقارنة بالبساتن عشان تضبط الحسبة لا يكون في خلل صح؟ ليش تضحك؟ يبا ميكانيكي انا بس اسألك مرات حاضرين تخصصي ميكانيكي على بالي هنشوف عن الاجراءات هنشوف شو بيسوي شوف الحين ركبت البكره وركب الصنجر مال التايمينج طبعا التايمينج شوف في نقطه هيك وفي الخط هذا وفي هني التوب هذا في نقطة هني هذا لما تدش بالكام عشان يصيد لك الفارغة طبعا التايمينج شنو فايدته؟ احنا قلنا الكام هو اللي يفتح صباب الهواء وصباب الاكزوز ويعطيك وقت الشرارة فهذه لها حسبة يعني ما يصير يدش بنزين ويدش هواء والبلاك يعطي شرارة والبستن ما يكون بمكان الصحيح اللي هو يسمونه توب ديد سنتر. This is the top dead
يبا حاضرين يبا ايش فيك شك بقدراتي يجي اسكي ولها لها حسبة فانت هني تشيك عليها من هذا يعني مثلا هني البستن بهالبوزيشن صباب الهواء يفتح يدش الهواء يدش البنزين البلاك يعطي شرارة دب يصير الانفجار ينزل لتحت للبوتوم ديد سنتر اللي هي تقريبا يكون كذي يعني انزل شيء بعدين لما يرد يصعد يبطل مال الاكزوز فلها حسبة فالتايمينج هو يسوي لك الحسبة هذه كاملة الحين ركبناه عيره اسد خلاه سنتر صنقل جديد بطرة جديدة هذا الشداد بعد جديد الحمد لله ذكر الله يا جماعة على اي شيء قاعد تشوفونه مهما كان ذكر الله زين لي ولكم وللجميع ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرزقنا يرزقكم باذن الله اللهم امين اجمعين الحين بس يطبوا الرؤوس هذا طلع حاطينه بس كذي عبالي توه مركبه طلع حاطه بس كذي عشان لا حد يطل يقول الناس ما يعطون خير اي والله الناس ما يعطون خير سهل نصور للافاده وللمتعه لا يعني يشوفونا ولا هم يحزنون شوف ايش كثر فرق بين 6.1 ايش اسمه 5.7 and 6.1 حفر شوف انا هذا ايش كثر في فرق الداير شوف هذا شفت كور كذي هذا شوف شلون هذا متين شفته بس انت جايب لا انا جايب بس مشان تشيك اي اوكي اوكي عرفت اركب انت اللي جبته على قياس البستن صح؟ نجيب مال هو سياره هذا هو؟ اي انا جبت حق سياره عشان سيارة إذا طقت ترد تزفت لي إياها على حسابك على راس يا صلاح خان صابر फटाफट एक अधिक उर्गी लेके आऊं انا يا جماعه متحمس ان يعني تنتج سلف مع اني دشيت يوتيوب كتبت ارقام هالكم وسمعته يعني خذيت فكره شنو ممكن نغمته يعني مو اوفر خشن ولا يعني حليل بس لانه شيء كأنا أول مرة أسويه على سيارة لي أنا فتعرفون هذا الحماس مال شيء جديد أقدر بالتيون أزيد ترترته أو أقللها فإحنا نشوف شنو يطلع ويانا نشوف بعدين يانزيد يانا نكيس بس هو مبدئي حلو يعني مبدئي حلو 224 228 600 114 هذا رقامه يعني وراح انزل فيديو بروحه حق صوت الكام في بحط بكتب سلفرادو اس في 6 متر 6 سبيد وحط رقام الكام فيديو كذي بدقيقه دقيقتين حق طرب هاي يسمونه تورك الماكينة وقت جمعتها لها تورك معين وإذا مثلا السيارة فيها باور يعني التورك لا حسبة يعني مو تيب درل وطر طر طر وخلاص لا ما يصير هذا تورك يعيرونه هني على قوة الشدة بعدين من يوصل لها القوة اسمع اسمع ايوه يطقطق
شد 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 بعدين يا السلام. اسمع اسمع هاي واحد اثنين يا السلام. اسمع واحد اثنين يا السلام هاي. بعدين يقولوا لي شغله مو زين، ما ادري شلون يقولوا لي شغله مو زين، يقولون يشتغلون عنده في عندي جماعة من الربع. حسد ما يعرف، حسد ما يعرف، انت اللي ما تعرف، انت انت حسد يبو هذا اسم على مسمى مارب عليك. كم سنة مشفتين عنده نص سيارة البيت. اليوم الرابع احتجنا الصدر هذا يكون مكنسل شنو في الدي او دي متكنسل عشان يقرا الكام صح. عند شبير شارع اللغمات المخفر القديم ما حصلنا بشويخ كلها حصلنا عنده يعطي العافية. والله افترينا فغارة زهقنا والله زهقنا الحمد لله. الحين بس هذا يبدلونه تطرون بيثة هني بختم الفيديو عشان نسوي لكم تشويق شوية ان شاء الله. الفيديو الجاي تركيب الماكينة عيارها الصوت وان شاء الله بعدها فيها مكذي نسوي الاصطابات وتناتيش بسيطة. بعدها فيديو الوانيت بروحها نسمع صوته. فلهني دوس لي حبيبي لايك وشير وسبسكرايب قبل لا تمشي ان شاء الله ابصر عليك وعصب عليك. حلو تحياتي واشواقي السلام عليكم. قبل اختم الفيديو بس اشرح لكم هذا اللي يسمونه الصدر. شوف الفيش هذيل ملوت الدي او دي. الدي او دي اللي هو لما تمشي سرعة خفيفة يصير مثلا 4 سلندر 6 سلندر. وهني تشوف المسافة هذه، المسافة هذه مع البايكر اللي ركبناها اللي شفتوها في مسافة فما راح يقرا عدل، فهذا لازم يتبدل. هذا بدون دي او دي. انا كني الفت لان هذه نفس هذه بس هذه كنا اطول. خلينا اي هذه اطول، هذه اطول، هذه اكبر اذا ما خاب ظني يعني. اي شوف هذا ما في دائره، هذا في دائرتين، هذا دائره واحده. وهذه هذا المكان اللي يكون فوق فهذه مو موجوده. هذا شوف كدر فيه اي حلو. هذا يجي بس سنسر واحد هذا بس تحليلي صح يعني. حلو هذا بدل هذا بعد خلاص بس يفك باكرة الكترونيك طط 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 يبطل ركب هذا طط 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 خلص. ايوه قال لي ان سبب التهريب دقيقه بس هذا ما شاء الله عليه سبب التهريب كان هذا اللي طلع دهن كله. هذا اللي طلع دهن كله سبب الحرق اللي صار هذا. ايوه انا الحين خلي ودي هذا شو اسمه مؤخرته هذا مالكيبس اساسا غير هذول الهوزه. انا ودي لك ان شاء الله صار 4 انا ودي لك ما في مشكله. ايش خلي اول ركب خلاص هو هسوي شوف وباقي الهوزات زينين بالفنيان ده لكن هذه بيتش ادو جابي لي كيكا لي كيكا خلاص سوي اثنين مره سوي اثنين مره واحد اساس ريح وباقي الاشياء ما في شيء. اوكي الحمد لله بس اوكي. سكان في ثقل ليش ثقيل اساس هذا في شو اسمه هذا ترمبا هذا ترمبا سكان هذا اوكي هذا كان يعني ما يمشي عدل ابدلها لا خلي اول شيء ركب جرب ليش هذا سياره عندي ركب طائرات كبيره لا مره يجي خفيف مره يجي ثقيل مره يجي ثقيل ليش هذا ترمبا لازم الحين لما اشغل سياره اوكي ماكينه اوكي دورات مال هو اوكي اوكي لف سكان اشوف اذا هذا اوكي اوكي اذا مش اوكي بعدين لازم اجيب ترمبا اوكي اول جرب بس وهذا الموضوع والسلام عليكم.